السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه نتاع عين الدفلى لنقف على العمليه نتاع التجهيز نتاع المستشفى الجامعي الجديد نتاع عين الدفلى، واللي زرته هذه حوالي عامين الان. الاشغال انتهت به اذن، والان فيه عمليه نتاع اكتمال نتاع تركيب المعدات الصحيه والطبيه على مستوى هذا المستشفى الجامعي في 240 سرير، ويعني بطراز معماري جميل جدا، والمعدات يعني تقريب تم التجهيز نتاعه، يعني كل المرحله تاع التجارب نتاع هذه المعدات. ان شاء الله يفتتح في القريب العاجل. نترككم اذا تتابعون، والسلام عليكم.